أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. دي المحاضرة رقم 10 من مادة لينير ألجبرا لطلبة الترم الثالث. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي الماتريكس دياجوناليزيشن، وهو الموضوع ده كله مبني على المحاضرة اللي فاتت، هي الايجن فاليوز والايجن فيكتور. فلو سمحت، إذا كنت ما شفتش الايجن فاليوز والايجن فيكتور مش هينفع تشوف المحاضرة دي، ارجع اتفرج على المحاضرة التاسعة الأول، وبعد كده اتفرج على المحاضرة العاشرة. فكرة الدياجوناليزيشن ايه وايه اهميتها وهنستخدمها في ايه؟ الاول كفكرة، فكرة الدياجوناليزيشن ان انا يبقى عندي ماتريكس ان باي ان، ماتريكس سكوير، واكتبها في صورة بي في دي في بي انفرس، حيث بي وبي انفرس دول هنشوف ايه هي البي، كمان شوية هنعرف ايه هي البي، والدي دي تكون دياجونال ماتريكس، حاجة يعني لطيفة جدا. ولو قدرنا نكتب الماتريكس ايه بالشكل ده يبقى احنا عملنا لها دياجوناليزيشن. وهنشوف هل كل الماتريسيز ينفع نعمل لها دياجوناليزيشن ولا ليها شروط معينة، هنشوف كل الكلام ده في الليكتشر النهاردة. وإذا قدرنا إن احنا نكتب الماتريكس في الصورة دي إيه أهمية الكلام ده، هنشوف استخدامين، هنعرف إن احنا ممكن نستخدمها في حساب الـ A power K لأي power، يعني نحسب الماتريكس power، وهنوفر عمليات ضرب كتير جداً، وهنستخدمها في حل برضو نوع معين من المعادلات التفاضلية بنسميه linear differential equation، system of linear differential equation، مش معادلة واحدة لا، system من المعادلات برضو باستخدام ال diagonalization. هنبدأ ب definition، هو similar matrices. يعني ايه نقول على two matrix ان هما similar؟ A و B are said to be similar if A and B have the same eigenvalues. يعني إيه؟ يعني لو ليهم نفس ال eigenvalues بالظبط هنقول عليهم similar. طب ليهم نفس ال eigenvalues يعني إيه؟ يعني ليهم نفس ال characteristic equation. طب ليه يعني؟ تعال نشوف الكلام ده، أو ده الأول definition، مش ليه، ده definition، لكن تعال نشوف ده هيوصلنا لإيه. هنبدأ ببروف كده صغنن ونقول let A بتساوي، هفترض A عملنا لها diagonalization بالشكل ده، B P في B في P inverse، والماتريكس B برضو عملنا لها diagonalization بالشكل ده، Q في A في Q inverse. ايه العلاقة ما بينهم؟ ده هيؤدي بينا ان احنا نكتشف ان ال A وال B are similar. ازاي؟ هنبدأ من ال characteristic equation اللي هي A ناقص لامدا I ال determinant بتاعها بيساوي 0. فهنبدأ من هنا، هنبدأ نشيل ال A، احنا لسه فرضين ان ال A بيساوي P B P inverse ناقص لامدا اي، ونشوف ده هيوصلنا لإيه. طيب لامدا دي ممكن نشيلها ونحط ايه؟ يبقى هكتب دي زي ما هي كده، لامدا دي ممكن اشيلها واحط ايه؟ احط ولا اي هشيلها واحط ايه؟ هحط بي في بي انفرس. ينفع، لان اي ماتريكس في الانفرس بتاعها بيبقى حاصل ضربهم هو الايدنتيتي اي. فهنعمل كده، ليه بنعمل كده؟ عشان نخلي فيه common factor كده هتشوفه دلوقتي. وطبعا اللامدا ده scalar يعني constant، يعني كمان انا ممكن احركه يعني احطه مثلا في النص واجيب ال p هنا واجيب ال p inverse هنا. ايه المشكلة؟ عملتش حاجة غلط. ليه؟ عشان اقدر اخد common factor من الناحية اليمين والناحية الشمال. هاخد ال p common factor من اليمين، وهاخد ال p inverse من الشمال. هيتفضل ايه في النص؟ هيتفضل بي ناقص لامدا اي، صح؟ لامدا لوحدها ما ينفعش، بحط لها اي جنبها عشان تفضل المعادله موزونه، ويفضل ينفع اطرح ماتريكس بي ان باي ان من رقم، ما ينفعش اطرح ماتريكس من رقم، فبحطها لامدا اي. ايه بقى الكونكلوجن اللي نطلع بيه دلوقتي؟ دلوقتي احنا عارفين من البروبرتيز بتاعه الديترمينانت، من خواص الديترمينانت، ان الديترمينانت حاصل ضرب ماتريسيز هو نفسه حاصل ضرب الديترمينانت. يعني انا ممكن اوزع الديترمينانت زي ما انتم شايفين كده، تمام. في خطوه فاضله بسيطه جدا، كلنا عارفين ان ايه علاقة الديترمينانت بتاع ماتريكس P بالديترمينانت بتاع ال P inverse. الديترمينانت بتاع ال inverse هو مقلوب الديترمينانت بتاع ال P، فيبقى كده دي هتروح مع الماتريكس P، دي هتروح مع دي فعلا لأنها مقلوبة، هيضيعوا بعض، فهتطلع determinant B ناقص لامدا I. ايه اللي استفدناه من البروف ده؟ ده بروف صغنن قوي، لكن استفدنا منه حاجة، هو ان ال A وال B are A، ليهم نفس ال the same characteristic equation زي ما انتم شايفين. يبقى اذا ال A وال B are هنقول عليهم similar،
اذا انا بعمل كده ليه؟ عشان الدياجونالايزيشن بتاع النهارده دي، الطريقه بتاعت النهارده اللي احنا بنقول let a بتساوي p في دي في p inverse، احنا ضامنين بيها ان ال a وال d are ايه؟ similar. يعني ايه similar؟ يعني ليهم نفس have the same، نفس characteristic equation، نفس ال eigen values. طيب ما ده هيسهل الموضوع جدا جدا لينا. ليه؟ لان diagonal matrix معروفة بان ال eigen values بتاعتها هي الارقام اللي على المين diagonal، فده هيخلي الموضوع بتاعنا سهل جدا، ان هتبقى ال eigen values هي اللي هي ال eigen values هي الارقام اللي على ال diagonal element. ده شكل الايه؟ ال diagonal matrix. فده يبقى احنا كده هنشيل الدي فعلا ونحط الايجن فاليوز على المين دياجونال والباقي كله صفار. طيب والبي عبارة عن ايه؟ سؤال مهم جدا جدا، وهو احنا بعد ما عرفنا ان الدي هي الدياجونال ماتريكس اللي فيها القطر بتاعها المين دياجونال في الايجن فيكتورز، هيبقى السؤال طب والبي عبارة عن ايه؟ البي بتتجاب ازاي؟ هنلاقي ببساطة شديدة كده، تعالى نضرب الطرفين في بي، هنلاقي ان بي في ايه بتساوي دي في بي لا سوري، احنا هنضرب الطرفين في بي من الناحية ال اللفت، يبقى هنضرب هنا كأننا نضرب هنا في بي وهنا في بي، ونشوف كده ايه اللي هيحصل. لازم لما نضرب بنفس الاتجاه، يبقى ايه في بي هتطلع بتساوي بي في دي، مظبوط كده، لان دول هيضيعوا بعض. هنشوف ده هيوصلنا لايه. دلوقتي الايه ماتريك كلهم على فكره سكويرد ماتريكس، ان باي ان، ودي ان باي ان، ان باي ان، ان باي ان. بس احنا لو بصينا عملنا اي كاونتر اكزامبل كده بالارقام وشفنا هو اف بي بيدينا ايه، هنفهم كويس قوي ايه اللي بيحصل. انا هتخيل معاكم ان الايه عباره عن شويه، لما بنيجي نضرب بنضرب صفوف صح في كولومز، فهنسمي الكولوم ده مثلا اسمه بي 1، الكولوم ده اسمه بي 2، فيها n columns p n، وده الرو ده مثلا a1، ده a2، ده a n. لما بتيجي تضرب بتضرب الرو في الكولوم مش كده، بتضرب اول رو في اول كولوم، فبتدينا اول حاجة a1 p1، والelement هنا بيبقى a2 في p2 لحد a n في p n صح. طيب ما يبقى اول كولوم بيطلع لنا هنا، لو احنا مسحنا الكلام ده هنبص نلاقي ان اول كولوم بيطلع هو عبارة عن A في P1، تاني كولوم هو A، هو الA كلها في P2 فعلا، لحد A كلها في PN. اللي مش فاهم الكلام ده يدي نفسه counter example بالارقام هتطلع على طول معي. طيب الناحية التانية، الناحية التانية سهلة قوي، لان انا بضرب ماتريكس عبارة عن ماتريكس سكوير ماتريكس في واحدة تانية دياجونال ماتريكس شكلها بالشكل ده، لامدا 1 0 0 لحد صفار، بعد كده 0 لامدا 2 والباقي صفار، 0 0 لامدا 3 والباقي صفار، واخر حاجة 0 0 0 والباقي صفار لحد اخر element لامدا n. ايه اللي بيحصل لما نضرب الكولوم اللي اسمه p1، هنا الكولوم اسمه p2، واخر كولوم اسمه بي ان في دياجونال ماتريكس؟ لما اضرب ماتريكس ايه، ماتريكس بي في دياجونال ماتريكس، هبص الاقي ايه، اول اليمنت بيطلع دايما، تخيلوها كده معايا، اول اليمنت او اول كولوم دايما بيطلع هو عباره عن لامدا 1 في بي 1. ليه؟ لان بقيه الاليمنتس كلها صفار، فكلها هتطلع مش هتطلع خالص، انا بضرب رو في كولوم، فباخد الرو الاول من البي اضربه في كولوم اول element فيه لامدا 1 والباقي صفار، فكله اتصفر، الحاجه الوحيده اللي هتطلع لي هي لامدا 1 في اول element هنا، فيبقى دايما اول كولوم على بعضه هيبقى ايه، هيبقى لامدا 1 في بي 1، تاني كولوم هيبقى لامدا 2 في بي 2، وهكذا هيبقى لامدا ان في بي ان. ايه الكلام ده ممكن يوصلنا لايه؟ لو بصينا كده سوينا عملنا ماتريكس equating للطرفين، عملنا equality للتو ماتريسيز دول ونسويهم ببعض، هنوصل لإيه؟ هنوصل لإيه لو سوينا كل 2 elements ببعض؟ هنلاقي إن AP1 هي نفسها لامدا 1 P1، هنلاقي إن AP2 هي لامدا 2 P2، وهكذا هنلاقي إن APN هي لامدا N PN. إيه المعادلة دي؟ مش بتفكرنا بأي حاجة؟
ايه هو الفيكتور اللي لما بضربه في ماتريكس ايه بيطلع مالتيبل من نفسه، يبقى P1 و P2 لحد PN. مين دول؟ سميناهم الايجن فيكتورز. دول الايجن فيكتورز of لامدا 1 لامدا 2 لامدا n بالترتيب. دي نتيجة خطيرة جدا. يبقى خلاصة الكلام اللي طلع هي ان فكرة الدياجوناليزيشن هو ان انا اخد ماتريكس ايه مربعة كده واكتبها في صورة بي دي بي انفرس، حيث بي ده اللي هو الايجن فيكتورز، الكولومز بتاعته هي الايجن فيكتورز، دي كده الايجن فيكتورز، وسميناها P1 P2 لحد PN. الدي هي دياجونال ماتريكس فيها الايجن فاليوز، الايجن فاليوز اللي هم اللامداز دول، والباقي كله اصفار. وطبعا البي انفرس هي نفس البي، بس ايه هحط لها انفرس بنفس الطريقة. يبقى هنا خلاصة الكلام ان الدياجوناليزيشن معتمد على قصة او درس الايجن فاليو والايجن فيكتور. يبقى بسهولة اسألك دلوقتي سؤال، لو انت معاك ماتريكس ايه ومعاك الايجن فاليوز بتاعتها، مثلا ايه دي 3 في 3، فيبقى عندها 3 ايجن فاليوز لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3، ولكل لامدا بجيب لها ايجن فيكتور، طبعا بجيب لها ايجن فيكتورز، بجيبها اتعلمنا ان احنا بنجيب لها infinite number of solution، يعني ايجن سبيس كبير جدا، لكن البيسس بتاعه هنسميه هو ده اللي احنا هناخده، هو ده البي 1 والبي 2 والبي ان. فهناخد البيسس دي نرصها في صورة كولومز، يبقى هم دول البي بتاعتنا، نكون الماتريكس بي. يبقى هيبقى سهل جدا ان احنا نعمل diagonalization لاي ماتريكس، ولا مش اي ماتريكس ليها can be diagonalized، يعني هل كل ماتريكس ايه diagonalized ولا diagonalizable ولا لا؟ السؤال ده هنجاوب عليه كمان 5 دقايق، بس عايزة اديك مثال الاول. طيب الاكزامبل ده حليناه قبل كده في الليكتشر اللي فاتت. هو هنا مطلوب ال A ده 2 by 2، مطلوب ان احنا نعمل لها diagonalization. فيعني ايه diagonalization؟ يعني نكتبها في صورة A بتساوي P D P inverse. طب احنا كنا حليناه الاكزامبل ده قبل كده، وجبنا ان اللي عندنا لامدا طلعت ب 7 ولامدا التانية طلعت بناقص 4، وجينا عند لامدا ب7 وحلينا المعادلة الهوموجينيوس اللي هي ايه ناقص لامدا اي في اكس بتساوي 0، فطلعنا ان البيسز بتاع الايجن سبيس 1 1، وعند لامدا بناقص 4 طلعنا ان البيسز بتاع الايجن سبيس هو ناقص 6 على 5 و1. وهنا انت ممكن تاخد اي سكيلر مالتيبل منه، يعني ممكن تقولي اضرب في 5 تخليها كده، صح برضو، يبقى ممكن نقول كده. بعد ما عملنا كده هنعمل دياجونالايزيشن بصوره سهله جدا، هو ان احنا نرص بقى الكلام ده جنب بعضه كده، هنرص البي اللي هي الايجن البيسز بتاعه الايجن سبيس، يبقى 1 1 ده اول ايجن ايه ده ايجن فيكتور او البيسز بتاع الايجن سبيس عند لامدا بتساوي كام؟ 7. يبقى احط ال7 قصادها هنا. يبقى خلي بالك لازم نلتزم بالترتيب، يعني ايه لو سمينا لامدا 1 يبقى نحط هنا البي 1، يبقى البي 1 قصاد اللامدا 1 قصاد الكورسبوندنج ايجن فيكتور بتاعتها، لاننا لو لخبطنا هتبقى مش مظبوط. هنيجي نضرب بالثلاثه ماتريسيز دول في بعض مش هيطلعوا مظبوطين بيساووا ايه، يبقى برضو هنا نحط ال 1 1. طب نيجي لل ايه الايجن فيكتور التاني اللي هو ممكن هنا براحتك بقى تقول ناقص 6 على 5 و1، او تقول ناقص 6 على و5 برضو صح، بس المهم عندنا ان انت تكتب الايجن فاليو قصادها المظبوطة اللي هي ناقص 4. يبقى دي الايجن فاليو لامدا 1 ودي لامدا 2، دي سميناها لامدا 1 ودي لامدا 2 ودي بي 1 وبي 2، التزمنا بالترتيب. طيب واحد يقول لي طب انا غيرت الترتيب، يعني كتبت بي 2 الاول، كتبت الاول ان ناقص 6 و5، مفيش مشكله، تيجي هنا في اول element تكتب قصادها اللامدا اللي هي ناقص 4، يعني ممكن نغير الترتيب باي طريقه، هو ناقص 6 و5 الاول وبعدين 1 1، يبقى اجي هنا لازم اكتب هنا الناقص 4 الاول وبعدين 7. يبقى اهم حاجه عندنا ان انت تكتب الايجن فاليوز والايجن فيكتور الكورسبوندنج لبعض بنفس الترتيب، لكن ايه هو الترتيب مش فارقه معانا. يبقى هنا نفس الكلام لازم نكتب بنفس الترتيب، يبقى ناقص 6 و5 ال 1 1.
واضحة الفكرة يا جماعة؟ أعتقد إن هي لازم تبقى واضحة. الحاجة الوحيدة هنا اللي ممكن يعني ممكن نستغربها شوية هو البروف ده. يعني أنا مدركة إنك أنت ممكن تيجي هنا وتهنج شوية وتقولي منين جايبين الكلام ده. أقول لك إدي لنفسك كاونتر إكزامبل وجربها بالأرقام خلاص، إنما وانس إنك هتعدي البروف ده هتلاقي الموضوع سهل ومنطقي وظريف جدا. اول تطبيق للدياجوناليزيشن هو ان احنا نستخدم الدياجوناليزيشن عشان نجيب الماتريكس باور نرفعها لاي باور. طيب هو سؤال، لو عندي ماتريكس a to the power k معناها ان انا a في a بضربها k من المرات، دول كده k تايمز، فبحتاج ان انا اعمل كام عملية ضرب ماتريسيز؟ بحتاج k minus 1 ماتريكس a multiplication. دي عملية طبعا مكلفة زي ما احنا قلنا قبل كده، فيها time consuming يعني بتكلف وقت. فهل ممكن نوفرها بطريقة الدياجوناليزيشن؟ احنا اتعلمنا طريقة كايلي هاملتون، نظرية كايلي هاملتون اللي خدناها lecture اللي فات، ووفرت لنا ال A power K، وفرتها خالص. طيب بنفس الطريقة هنلاقي الكلام ده النهاردة هيطلع نفس الريزلت بالظبط، ونفس برضو عدد الماتريكس multiplication. ازاي نعمل نحسب A square؟ فهنيجي نضرب في ايه، هنضرب في ايه في الطرفين. يعني a squared هي a اللي هي p d p inverse، في a كمان مرة تبقى p d p inverse. كلنا عارفين ان الضرب associative، يبقى دول ممكن يدمجوا مع بعض فهيدينا ايه، p d p inverse في p هي ال i، وطبعا ال d تاني وال p inverse. هبص الاقي ايه، d في i هي ال d نفسها، هبص الاقي دي بقت d squared. يبقى similarly انا فاهم ان انا كل ما اضرب في ايه زيادة هيبقى نفس الشكل بالظبط، فهيبقى الباور بقى سهل جدا ان انا اعمل البي زي ما هي، البي انفرس زي ما هي، انما هرفع الباور للدياجونال ماتريكس. وطبعا ما اسهل رفع الباور للدياجونال ماتريكس، لان كلنا عارفين ان الدياجونال ماتريكس فيها خاصية هايلة قوي، ان الباور بتاعها بمنتهى السهولة هو الباور بتاع الاليمنت بتوع ادمين دياجونال، يعني الباور بتاع الارقام، مفيش اسهل من كده. فيبقى اصبح دلوقتي الباور بتاعنا بقى ايه، بقى سهل جدا. بكام ضرب كده، احتاجنا كام ضرب هنا، كام ماتريكس مالتيبليكيشن؟ ادي واحد ده في ده، وادي ده في ده، يبقى اتنين. طب لو احنا عندنا مثلا ايه باور 10 10 ايه باور 10، هنلاقي كام ماتريكس مالتيبليكيشن هنا؟ برضو 2، لاني هضرب البي في الدي وهضرب في الدي باور 10. دي باور 10 سهله قوي ما بتحسبش، لان ده باور بتاع ارقام، وهضرب الدي في البي انفرس كمان، دي باور 10 في بي انفرس كمان ضربايه. فانا احتجت هنا نيد احتجت اونلي 2 ماتريكس مالتيبليكيشن. قد ايه وفرنا في عدد عمليات ضرب الماتريسيز؟ السؤال المهم جدا اللي احنا مأجلينه كل ده هو اي ماتريكس مربعة اقدر ان انا اعمل لها diagonalization؟ can any matrix be diagonalized؟ can any square، عشان يبقى السؤال بس صح، can any square matrix can be diagonalized؟ الاجابة نو، لا ده في شروط معينة. طب بص كده على الكونديشن كده كويس، بص على الدياجوناليزيشن وقول لي ايه اللي تلاحظه. لازم يكون في ايه، يعني الماتريكس ايه هي عبارة عن بي دي بي انفرس، لازم تكون، لاحظنا ان لازم تكون البي نفسها تكون ليها انفرس، يعني البي لازم تكون انفرتبل، must be انفرتبل. طيب ما احنا دي محتاجة مننا نفكر شوية زيادة، يعني ايه هي البي عبارة عن ايه؟ البي عبارة عن ال ايجن الكولوم بتاعتها هي الايجن فيكتور p1 p2 لحد pn، دول الايجن فيكتورز. طب امتى يكون الايجن فيكتورز؟ لما ارصهم جنب بعض يطلع لهم الديترمينانت بتاعهم لا يساوي زيرو، تطلع ماتريكس ليها انفرس. امتى؟ لما يكونوا، ها عايزك تقولي، لما يكون الكولومز بتاعتهم اندبندنت، صح؟ يبقى لما يكون الكولومز الايجن الكولومز اوف بي are independent. وامتى يكونوا independent؟ لما يكون الماتريكس A نفسها A تكون عندها N independent eigen vectors. يبقى لو لقيت الماتريكس A عندها N independent eigen vectors، يبقى لو انت بتحل، انت بتجيب ال eigen values وبعد كده بتجيب ال corresponding eigen vectors، لو قدرت توصل ل N independent eigen vectors يبقى انت كده هتقدر تعمل diagonalization. طب نشوف الكلام ده برضو معناه ايه.
طيب عشان نجاوب على السؤال ده، سؤال مهم هنطلع منه بنتائج مهمة، وهو انه ماتريكس هتبقى دياجونالايزبل وانه ماتريكس هتبقى مش دياجونالايزبل. السؤال كله معتمد على ان انت تبقى عندك n different n independent eigen vectors n independent. طب هل دي بتبان كده الاول وهله كده بمجرد نظر، ولا محتاجه مننا نفهم شويه؟ فهنلاقي في اول كيس بديهيه جدا ان لو الماتريكس A عندها n different eigen values، ده اكيد هيطلع لنا n independent n different eigen vectors، وبالتالي n independent eigen vectors. فالثيرم دي بتقول ان الايجن فيكتورز اوف ماتريكس corresponding to different eigen values are independent. يعني لو عندنا الايجن فاليوز مختلفة، طلعت مختلفة، يعني ماتريكس ايه 3 في 3، فطلعنا 3 different eigen values، يبقى بالتأكيد، ودي حلينا زيها قبل كده في الليكتشر اللي فاتت، بالتأكيد ان الايجن فيكتورز الكورسبوندنج بتطلع مختلفة، وبالتالي بالتأكيد بتبقى independent. فالكيس الاولانية دي كيس سهلة جدا، ان if a n by n has n different eigen values، يبقى بالتأكيد A is diagonalizable، لأن بالتأكيد الـ A إن أنا هلاقي N different eigenvectors، وبالتالي N independent eigenvectors. الكيس التانية هي اللي محتاجة مننا check معين. افرض إن A N by N matrix وعندها less than N different eigenvalues. يعني إيه؟ يعني في منهم repeated. يعني مثلا طلع إن اللمدة 3 في 3، لمدة طلعت ب1 و1 و2، يبقى هنا ال1 وال1 دول repeated. هعمل ايه؟ ما اتسرعش بقى واقول انها diagonalizable او مش diagonalizable، ما اقدرش اعرف، لازم اروح اتشيك الايجن فيكتورز بتاعتهم. فلازم ابتدي الاول بالريبيتد، هبدا بالريبيتد الاول، لو قدرت ان انا اكتب الايجن فيكتور في صوره الاقي لها بيسز بتتكون من اتنين مختلفين، من الاتنين كولومز مختلفين، البيسز بتاعتها الدايمنشن طلع اتنين، يعني قدرت الاقي اتنين كولومز مختلفين واندبندنت، يبقى انا كده هقدر ان انا اعمل الدياجونالايزيشن. هناخد اكزامبل عشان نفهم الحته دي كويس قوي. تعال نشوف الاكزامبل ده. الماتريكس A اللي قدامنا دي 3 باي 3، وعايزين نشوف هل if possible هنقدر نعمل لها diagonalization ولا لا. اول step ان انا اجيب الايجن values. عشان اجيب الايجن values بحل المعادله بتاعه الكاركترستيك equation اللي هي determinant of a ناقص لامدا i. يبقى بكتب ال a زي ما هي، واطرح لامدا، هكتب ال a اهي زي ما هي الاول، وهطرح لامدا من المين diagonal بس، تمام؟ وبعدين هحسب الديترمينانت ده بأي طريقة، وليكن مثلا الفاست واي اللي اتفقنا عليها. يبقى هنقل الكولوم الأولاني في الرابع، وهنقل الكولوم التاني في الخامس، وبعدين هبدأ أعمل ايه؟ هضرب الدياجونال ده في ده في ده وده في ده في ده كلهم، وبعدين همشي كده وأعمل بلس، وبعدين الدياجونال ده هضربه في بعضه، وده هضربه في بعضه، وده هضربه في بعضه، وأعمل في الاخر سيجما 1 ناقص سيجما 2. الكلام ده عملناه قبل كده. هتطلع الكاركترستيك ايكويشن في الشكل النهائي بتاعها، لامدا 1 سكويرد لامدا باو ماينس 5 لامدا ماينس 1 سكويرد لامدا ماينس 5 ايكوال 0. يبقى من هنا في كام ايجن فاليو؟ هما 3 بس، ال1 ريبيتد، فدول كده الاثنين دول بنقول عليهم ريبيتد. ف ما تضيعش وقتك على الفاضي، ابدأ بالريبيتد الأول، لو قدرت توصل لاتنين ايجن فيكتورز مختلفين يبقى تمام، لو ما قدرتش وطلع الايجن فيكتور واحد بس زي ما هنشوف دلوقتي المثال ده هيبين قوي ازاي ممكن يبقوا اتنين مختلفين. بسيطة، هنبدأ نحل، هنسولف، هنيجي كده عند لامدا بوان ونبدأ ان احنا نحل المعادلة الهوموجينيوس. سولف ال a ناقص لامدا i في x equal 0. هنحل معادلة هوموجينيوس، نعوض طبعا ونحل المعادلة الهوموجينيس. احنا محتاجين الماتريكس اللي هي A ناقص لامدا I، هتطلع لنا بالشكل ده 1 to 1. دي الماتريكس بتاعتنا، طبعا كلها الروز بتاعتها بتساوي بعضها، فطبعا بالإشلون فورم هيبقى في منتهى السهولة، هو الرو الأولاني بس والباقي كله صفار. طيب استفدنا ايه من كده؟ في بيفوت واحد بس، ده هوموجينيوس سيستم، ده مثلا x1 x2 x3، ال n ب3، الرانك طلع بيساوي واحد، يبقى في فرق ب2، يبقى في عدد 2 free variables، وهنا في 2 free variables، اختارهم بطريقتك اللي انت عايزهم،
واكتب المعادلة اللي هي ما عندناش غير معادلة واحدة اللي هي x1 plus 2x2 plus x3 بيساوي 0. يبقى من هنا x1 بيساوي ايه؟ x1 وليكن مثلا انا هقول ان x2 و x3 هما الفري variables، يبقى x1 بيساوي ناقص 2 x2 ناقص x3. جميل قوي، جبنا الحل. هل نقدر بقى نعبر عن الحل ده بالازالينير كومباينيشن بحيث نجيب البيسز بتاعت الايجن سبيس ولا لا؟ اه طبعا، اخدنا الكلام ده كتير قبل كده. اهو هنكتب المعادله تاني، فهكتب الايه، هكتب الايجن فيكتور كله x1 x2 x3 اتكتب ازاي في صوره لينير كومباينيشن، حاجه مضروبه في x2 وحاجه مضروبه في x3، صح؟ اللي هما الاتنين دول الفري variables. تعرفوا تكملوا اللي جوه دول؟ ايوه طبعا، x1 بيساوي ناقص 2 x2 ناقص x3، ده x1. طب x2 بيساوي x2 يبقى 1 0، x3 هي x3. يبقى كده قدرنا ان احنا نعمل ايه؟ شوف كده بص معايا، قدرنا نعمل ايه؟ قدرنا نجيب، يبقى عندنا السات اللي هي جواها التو فيكتورز دول ناقص 2 1 0 ناقص 1 0 1، دي بتمثل ايه؟ دي بتمثل البيسز بتاعت الايجن سبيس كله. يعني احنا اتفقنا تاني يا جماعة ان عند لامدا بواحد مفيش ايجن فيكتور واحد، ده فيه مجموعة من الايجن فيكتورز عددها انفينيت، بس المجموعة دي بتكون فيكتور سبيس وسميناه ايجن سبيس. مش هنعرف نكتب حاجة انفينيت، بس بنعرف نكتبها في صورة بيسز. يعني نشوف البيسز بتوعها اللي هما ايه، اللي هما الاتنين فيكتور اللي بعمل منهم اي لينير كومباينيشن يطلع لي اي فيكتور انا عايزه، هم دول البيسز، ويكونوا اندبندنت. انا ضامن ان الاتنين دول اندبندنت، وهم زي ما انتم شايفين طلع عددهم 2. يبقى اذا عن طريق الايجن فاليو اللي اسمها 1 طلعت 2 مختلفين ايجن فيكتور بيسز، 2 بيسز يعني مختلفين للايجن فيكتور. يبقى هقدر ان انا اعمل دايجونالايزيشن. يبقى هكمل هنا، انا هكمل لاني لو ما كنتش طلعت 2، لو كنت طلعت واحده بس كنت هقف واقول ان الماتريكس دي cannot be diagonalized. طيب يبقى عند لامدا بواحد، عند لامدا بقى بايه، سوري، عند لامدا بخمسة هكمل نفس الكلام برضو، هحل homogeneous system، هحل ال homogeneous system اللي هو هيطلع شكله كده، ايه ناقص لامدا i في x1 x2 x3 بيساوي 0 0 0. هاخد الماتريكس دي هعمل لها echelon form، هتبقى شكلها كده. طبعا كلنا بنعرف نعمل الكلام ده، مفيش داعي نعمله ايه بالتفصيل علشان ما نطولش الفيديو ويبقى سخيف. يبقى ده شكل الاشلون فورم. احنا شايفين كده ان ال n بتساوي 3، ان الرانك طلع ب2 عدد البيفوتس، يبقى في كام فري فاريبل؟ هو 1 بس فري فاريبل. وهبدأ احل بالباكورد سبستيتيوشن، هسمي الكولوم ده x1 x2 x3 وهبدأ أحل. أول معادلة طلعت لي المعادلة التانية اللي هي x2 ناقص x3 بتساوي 0، let x2 بتساوي x3 وال x3 ده هو الفري، يبقى دي أول معادلة. هطلع بقى للمعادلة اللي فوقيها أقول إن x1 ناقص x3 بيساوي 0، يبقى x1 بيساوي x3. من الثلاث معادلات دول اللي هما ال x3 فري و x2 ب x3 و x1 ب x3 هقدر ان انا اكتب الحل بتاعي solution space اللي هو ال eigen space برضو في صورة linear combination لحاجات مضروبة في x3. x1 هي عبارة عن x3، x2 هي x3، x3 هي x3، طلعت 1 1 1. يبقى بكده قدرنا ان احنا نكتب، نقدر نعمل diagonalization للايه، هي p في d في p inverse. يلا نشيل ال p ونحط، بس نراعي الترتيب، ها نشيل ال p ونحط ال eigen vectors اللي طلعناهم. هنبدأ مثلا باللي هما لامدا بتساوي 1، عند لامدا بواحد طلع الاتنين دول هحطهم، يبقى ناقص 2 1 و0 وناقص 1 وزيرو واحد، دول قصاد اللامدا بتساوي 1، يبقى هنا 1 1. عند اللامدا بخمسة بقى هنحط ال P2 اللي طلعت لنا، ال P2 طلعت ايه، 1 1 1. غيرنا الترتيب مفيش مشكلة، بس نلتزم بالترتيب، يبقى كله corresponding قصاد بعض بالظبط. في كمان نقطة حابة ان انا اقولها برضو،
ان احنا كمان مش بس ممكن نغير الترتيب، احنا كمان ممكن نضرب اي كولوم في دول في اي سكيلر مالتيبل منه. يعني ممكن تقولي كمان ان مش الناقص 2 دي، ايه رأيك لو ضربنا ده في سالب 1 هيفضل برضو بيسز ولا لا؟ اه طبعا، يعني هيبقى كده برضو ينفع. وده ضربناه في سالب 1 هيبقى 1 0 - 1 برضو ينفع، يبقى دول كده بيسز لللامدا عند الوان. يعني ممكن نضرب في اي سكيلر مال دي بتنفع في ايه؟ طبعا انت ما تضربش ولا حاجه، حطهم زي ما هما، بس تنفع في ايه؟ لما بيكون الايجن فيكتور في كسور زي ما شفنا قبل كده، ناقص 6 على 5، فشكلها مش حلو، او هتبقى هتخلي الحسابات بتاعه الانفرس هنا غلسه قوي لما بيبقى في كسور. فممكن ان انا اضرب في ايه، في المقام ده، بحيث ان انا اضيع الايه الفراكشن ده خالص. ممكن، تمام كده. اعتقد كده الموضوع بسيط وسهل. كنت عايزة اقول ملحوظة يمكن ما قلتهاش قبل كده ولازم تلاحظوها، ان دايما لما بيطلع الماتريكس بتاعتنا، يعني المسألة اللي فاتت دي الماتريكس بتاعتنا كانت كده، لو جمعنا الرو الاولاني هنلاقيه 5، مجموع الرو التاني هنلاقيه 5، مجموع الرو التالت هنلاقيه 5. دايما يا جماعة لما تبقى الماتريكس مجموع الروز بتاعتها رقم ثابت، لازم ابص الاقي في الايجن فيكتور بتاعها، لازم الاقي في الايجن فيكتور الاقي ان في الوان وان وان ده، ولازم الايجن فاليو الاقي الوان دي موجودة. يعني لازم تلاقي، يعني دايما لو بمجرد النظر كده، لو عندنا ماتريكس مجموع صفوفها رقم ثابت، فهتلاقي دايما ال one of the eigen values one، one of the eigen vectors هيكون ال one الوحيد ده. إيه ليه؟ ممكن اسيبها لك انت بقى تفكر فيها، هي بديهية جدا لو كتبت لنفسك المعادلة بتاعة ال eigen value وال eigen vector وبصيت لها شوية كده هتعرف ليه. ليه؟ لان انا ببساطة لو حطيت ده كله وحيد، معناه ان انا بجمع الصفوف، بجمع الصفوف، فطالما بجمع الصفوف بيطلع رقم ثابت، يبقى هو ايه، حاجة واحدة، هو مالتيبل من نفسه، مالتيبل اللي هو الوان، تمام. مش محتاج هنا ان اللامدا تكون بأي رقم غير الوان، فكروا فيها، اعملوها بأي مثال عوضوا بيها هنا في المسألة دي. المهم ان دي نتيجة مهمة جدا، يعني دي من الماتريسيز المشهورة، كان ممكن نضيفها للحاجات المشهورة في الليكتشر اللي فاتت، وهي ان ماتريكس مجموع الصفوف بتاعتها بتطلع رقم ثابت، يبقى اكيد اللامدا one of its lambda ال eigen values one، one of its eigen vectors اللي هما ال ones برضو. طيب انا هثبتها لكم معاكم دلوقتي، لان انا اكتشفت ان انا قلت حاجة غلط دلوقتي وانا بتكلم، فلازم تخلوا بالكم معايا كده، وانتوا كنتوا هتكتشفوها بسهولة لو عوضنا كده. ايه اللي بيحصل لما بنضرب الماتريكس ايه في 1 1 1؟ اللي هيحصل ان احنا ببساطة شديدة بنضرب الصف الاول في العمود الاول، فنلاقي ان احنا بنجمع الاليمنت، يعني كأننا بنجمع الصف، هيبقى 5. بنيجي نجمع ده يبقى 5، ونجمع ده يبقى 5، فده طبعا هيبقى 5 من مالتيبل من نفسه، 5 في ال 1 1 1، فهنا لامدا تطلع ب5. يبقى انا قلت حاجة غلط، قلت ايه؟ قلت ان لو مجموع الصفوف رقم ثابت، يبقى اكيد الايجن فيكتورز واحد منهم الوحيد، دي صح، لكن قلت يبقى اكيد الايجن فاليو واحد منهم الواحد، غلط. لا، مش واحد، لان انا اهو طالع ب5، لان انا طالع اي رقم، فيبقى اذا. طب ده يتعرف ازاي؟ ده هو مجموع الايه الصف، بيتجاب برضو بمجرد النظر، تقدر تعرفه بمجرد النظر انك تجمع الصف. لو جمعنا الصفوف لقيناها كلها 3، يبقى هنا انا متأكد ان لو بص كده مثال تاني احسن عشان احله بقى بمجرد النظر. بصوا كده المثال ده، هنا لو جمعنا الصف الاولاني هيطلع 3، ولو جمعنا الصف التاني هيطلع 3، ولو جمعنا الصف التالت هيطلع 3. يبقى ايه التلاتة ده بيمثل ايه؟ هو ده اللي احنا هنقول عليه الايجن فيكتور، الفاليو اللي تتجاب بمجرد النظر، لان احنا لو ضربنا الماتريكس دي في 1 1 1 هنبقى متأكدين ان الضرب ده بيدينا ايه، بيدينا التلاتة التلاتة التلاتة، ودي بتساوي 3 من ال 1 1 1. يبقى هو ده اللامدا، وهو ده الايه، one of the eigen. يبقى احنا متأكدين ان واحد من الايجن فيكتور هو الوحيد، واللامدا one of the eigen values هو مجموع الصف اللي هو التلاتة، تمام. صلحوها معلش اذا كنت قلتها غلط، بعتذر، واديني بصلحها في نفس الوقت.
اي حاجة نثبتها وناخدها كده نجربها بمثال تبان اذا كان الكلام مظبوط ولا لا. طيب هنتكلم دلوقتي على التطبيق التاني للدياجوناليزيشن. يعني هو السؤال اللي بنسأله هو احنا ليه بنعمل دياجوناليزيشن. فقلنا لك تطبيق اولاني هو ان انت تجيب الباور بمنتهى السهولة بتاع ماتريكس. دلوقتي هنقول لك تطبيق تاني بس عشان نوريك اهمية الموضوع. طيب ايه التطبيق التاني؟ هو ان احنا نحل سيستم اوف لينير ديفرنشال ايكويشن بصوره معينه. مش اي لينير ديفرنشال ايكويشن، مش اي سيستم هنعرف نحله، لان المعادلات التفاضليه ليها انواع كتير جدا وطرق كتير جدا. احنا هناخد الموضوع بسيط خالص، هناخد نوع معين سبيشال تايب، هوريهولك هقولك ده اسمه ايه وازاي هنستخدم الدايجوناليزيشن عشان نحله ويبقى سهل جدا. طبعا احنا عارفين ان انتوا ما درستوش differential equation، غالبا اكتركم ما خدوش differential equation، فلازم نبتدي الموضوع من اوله. يعني لازم الاول اقول لك يعني ايه differential equation. يعني ايه differential equation؟ يعني equation فيها y و x و derivative of y، مثلا dy by dx، d to y by dx squared على حسب، واقصى عدد للderivative بنسميه الاوردر. فمثلا المعادله اللي قدامنا دي فيها dy by dx بس، يبقى دي first order، المعادلة دي first order. الحل بتاعها بيبقى في صورة y تساوي function من ال x. اوكي، ال y هنا هو independent variable زي ما كلنا عارفين، وال x هو ال independent variable. تمام، لو لقينا بقى ان ال independent variable كل ال functions linear بنقول عليه linear differential equation. فهنا مثلا e power x موجودة فما نقدرش نقول عليها linear، فدي تعتبر first order بس non linear. تمام، هنا مثلا sin x يبقى دي برضو دي second، المعادلة دي second order لأنها فيها y double dash و non linear. احنا مهتمين بال first order وال linear مع بعض، ومهتمين بنوع معين special kind من ال differential اللي هما ال first order وال linear. special kind اسمه separable. separable يعني ايه؟ يعني dy by dx بتجيلك separable، يعني قابلة للفصل في function في x مضروبة في function في y مضروبين في بعض. يعني هنا في نوع من ال separation، فانت بسهولة جدا هتحل المعادلة دي بطريقة سهلة قوي، انك تفصل ال x في ناحية وال y في ناحية. صح؟ ناخد example اهو. المثال ده مثلا لو انا عايزه احله، دي مساله سهله قوي، لان انا ممكن اجيب الواي في ناحيه اهي، اجيبها ناحيه الدي واي، واجيب الدي اكس الناحيه التانية كده. بكده بقى عندي separation of variables، الاكس في ناحيه والواي في ناحيه. هعمل integration للبوث سايدز، فيبقى واي سكويرد اوفر 2 equal ناقص اكس سكويرد اوفر 2 بلس سي. يبقى احنا كده حلينا، هو ده الحل، ان احنا جبنا الواي. ممكن نسيبها كده وممكن نظبطها بان احنا نضرب مثلا في 2، يبقى واي سكويرد بتساوي ناقص اكس سكويرد بلس. طبعا لو دي اسمها سي داش وضربتها في 2 هتفضل سي برضو، فممكن ان انا اكتبها كده بلس سي. يبقى الواي ايكوال بلس اور ماينس روت، لو احنا يعني عايزينها اكسبليسيت قوي وعايزين نجيب الحل في صورة واي تساوي، فهتبقى كده. اكزامبل تاني، انا بس مسخن معاكم لكن مش ده الموضوع بتاعنا. الاول بعرفك ان السيبيرابل ديفرنشال ايكويشن سهله قوي في الحل، لكن اكيد مش دي اللي احنا هنستخدم فيها الدياجوناليزيشن. طيب هنا المثال ده مثلا نفس الكلام، دي سيبيرابل، هتقدر تفصل الواي في ناحيه والاكس في ناحيه. ايوه، هجيب الواي هنا ناحيه الدي واي، وهجيب هنا ال1 بلس اكس ايه الناحيه الثانيه، وبعدين هعمل انتجريشن. يبقى هنا هيبقى لين واي، دي هتبقى لين 1 بلس اكس. تمام، المفروض نقول بلس سي صح، بس احنا عشان نكتب الحل في صورة شيك شوية فنقولها لين سي. مفيش مشكلة، سي هي نفسها لين سي، هي 1 اوفر سي، ما كل ده اسمه سي، اسمه كونستنت، فهكتبها لين سي عشان اقدر ان انا ادمجهم في بعض. اخليها لين بلس لين، يبقى لين حاصل ضرب كده، وطبعا لين تروح مع لين، يبقى الواي تطلع بسي في 1 بلس اكس. قدرنا ان احنا نطلع الحل في صورة explicit y تساوي. طيب احنا مش مهتمين بال special، يعني بالنوع ده بالذات، احنا مهتمين بنوع special type منه اللي هو على صورة separable وعلى صورة x dash equal a في x. طيب ايه الشكل اللي قدامنا ده؟ تعالوا نبص عليه تاني. طبعا دي معادلة first order و linear.
تمام، لان ما فيهاش باور خالص على الاكس ولا اي نون لينير فانكشن على الاكس، وكمان سيبيرابل، يعني very very special kind من ال differential equations. احنا قلنا في انواع كتير. النوع اللي قدامنا كمان مش بس كده، وكمان ليها اخده نفس الشكل ده، اللي هي دي اكس باي دي تي، اللي هي هنسميها الاكس داش الديريفيتيف مالتيبل من الاكس نفسه. هو ده الشكل بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. السيستم اللي قدامنا، سوري، المعادله اللي قدامنا دي معادله حلها سهل، حلها سهل جدا لانها سيبيربل. فانا عشان احلها اعمل ايه؟ هفصل الاكس عن التي، يبقى اكس هجيبها ناحيه الدي اكس، يبقى دي اكس على اكس بيساوي ايه في دي تي. هعمل انتجريشن للبوث سايد، هحط علامه الانتجريشن، يبقى اكمل هلاقي ان لين اكس بتساوي a في t، مظبوط كده، بلس لين c. طيب يبقى اودي ده الناحيه التانية، يبقى لين x ماينس لين c بتساوي ايه؟ بتساوي a t. يبقى لين ناقص لين طبعا اللي هي لين القسمه، لين x على c بتساوي a t. هل نقدر نجيب x على c بتساوي ايه؟ او ارفع e للطرفين يبقى e power a t، يبقى x بتساوي c e power a t. من هنا هنوصل ده الحل. ودي على فكرة المعادلة دي محفوظة ومحفوظ الحل بتاعها. يبقى المعادلة لو كانت if المعادلة كانت x داش بتساوي ax، الحل بتاعها x بيساوي c في e power at. جميل. هل دي بقى المعادلة اللي احنا هنحلها؟ لا، احنا طبعا بنستخدم الطريقة بتاعتنا في حل سيستم من المعادلات، يعني اكيد مش معادلة واحدة، مجموعة بقى من المعادلات. تعال بقى اوريك هنحل بيه انه مجموعة من المعادلات. طيب هنبدأ الأول بسيستم 2 عشان نبقى متخيلين سيستم 1 ده قد ايه هو مش سهل زي ما احنا فاكرين. نبدأ بسيستم 2 الأول ونبص عليه. هل سيستم 2 ده كل معادلة فيه واخدة نفس الشكل اللي قلنا عليه، اللي هو دي اكس باي دي تي بتساوي مالتيبل من الاكس؟ دي واي باي دي تي مالتيبل من الواي؟ دول بنسميهم decoupled. decoupled يعني اخدين نفس الشكل، ده كده decoupled system، لأن كل معادلة فيه مفصولة بدالة الاكس بدالة الواي مفصولة، فدي كده مفكوكين decoupled. الحل بتاعهم ده يتجاب بمجرد النظر سهل، لان الاولى دي اخده نفس الشكل، يبقى اكس بتساوي ايه؟ نبص كده c ده constant e power a t a ده اللي هو المالتيبل اللي هنا، فلو هنا a بتساوي ناقص 2 فهتبقى c 1 e اس ناقص 2 t. نفس الكلام الواي هيبقى مثلا constant تاني c 2 في e power 1 t. فده سيستم سهل قوي حليناه بسهوله. لكن هل السيستم 1 بقى سهل كده هنقدر نحله بسهوله؟ هنلاقي في مشكله تقابلنا هنا، ان ده عباره عن اكس وواي مع بعض مجموعين، فده هنقول عليه كابلد بقى. ده كابلد يعني ايه؟ عارف لما يبقى حاجه متشبكه كده في بعضها، داخله في بعضها كده، متشبكه تدخل في بعضها، عايز انت تفككها بقى، تفكها، عايزين نعمل له دي كابلنج بقى، عايزين نعمل له دي كابلنج يعني نوصله للصوره دي. هي دي اللي احنا الفكره بتاعت النهارده، احنا هنستخدم الدايجونالايزيشن عشان نعمل ديكابلينج. طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على فكره اسمها الديكابلينج. ايه الديكابلينج ده؟ ده تطبيق من تطبيقات الدايجونالايزيشن، one of the application of diagonalization. بنستخدمه ليه؟ بنستخدمه عشان نعمل ديكابلينج لسيستم اوف linear differential equation بيكون coupled وبحوله decoupled. يعني انا بيكون عندي سيستم 2 ده سيستم 1 وهعمل له بطريقة ما decoupling، أحوله لشكل system 2 اللي هو أساسا سهل في الحل جدا وبيتحل بمجرد النظر. ده فكرة decoupling يا شباب. فتعالوا نبدأ كده مع بعض بالراحة ونأسيوم شكل decoupled system عامل ازاي. decoupled system بيكون في أكتر من طبعا equation، كل واحدة على صورة dx1 by dt بتساوي ax1 plus bx2. يعني هنا في ده كده decoupled ولا coupled؟ لا ده coupled، ما تتلخبطوش، ده coupled لانه هو متشبك في بعضه. هنا x1 و x2 موجودين ومجموعين وما اقدرش افصلهم خالص. المعادله الثانيه نفس الكلام، x1 و x2 مجموعين. هل اكتب الكلام ده على صوره matrix form؟ هنكتب الكلام ده على صوره matrix form، دي x2 by dt بتساوي a، a هنا اللي هي coefficient matrix a b c d، وطبعا دول اللي هم x1 x2. ده الشكل بتاعنا اللي هو كأنه x داش كده، دي اللي هي x داش في ماتريكس A في x، دي الماتريكس فورم اللي احنا كتبناها. تعالى بقى نشوف الدياجوناليزيشن ممكن يعمل ايه في حاجة زي كده.
يعني دلوقتي اكس داش بتساوي ايه في اكس. احنا عملنا diagonalization من شوية وقلنا الايه بتساوي بي في دي في بي انفرس، صح؟ هنعمل كده دلوقتي حالا، هنقول اكس داش بتساوي، هنشيل الايه ونحط بي في دي في بي انفرس في اكس، تمام. وبعدين هنعمل ايه؟ هنضرب في بي انفرس الناحيتين، نضرب هنا في بي انفرس وهنا في بي انفرس، مفيش مشكلة، ما عملناش حاجة غلط. ايه اللي هيحصل لما نضرب في بي انفرس؟ هنلاقيها بي انفرس اكس داش بتساوي دي، هتضيع دي، تمام، بتساوي دي في بي انفرس في اكس، تمام. طيب هنسمي بي انفرس اكس داش دي هنسميها ماتريكس، هنسمي بي انفرس اكس دي هنسميها واي كابيتال، وبالتالي هيبقى بي انفرس في اكس داش هي واي داش، فهيبقى واي داش بتساوي دي في واي. السيستم ده هنبص نلاقيه بقى decoupled. ليه؟ ليه decoupled متخيلين؟ لأن دي diagonal matrix، يعني لما اجي هضرب diagonal matrix في y في vector y هيبقى هيحصل ايه؟ ان اول معادلة هتبقى فيها اول ايه؟ variable بس، معادلة هتبقى فيها تاني variable بس، decoupled اهو، وده ده اللي احنا عايزينه. فيبقى السيستم ده decoupled، وهو ده اللي احنا فعلا عايزينه، واسهل بكتير في الحل. تعالوا نفك تاني عشان تشوفوا وتبقى متخيلوا ايه هي الواي داش. الواي داش هي دي واي باي دي تي، وعشان هما اتنين هسميها دي واي 1 ودي واي 2 باي دي تي، دي كده الواي داش. الدي اللي هي لامدا 1 0 0 لامدا 2 دي الدي، الواي اللي هي واي 1 واي 2. طبعا احنا لو فكينا الكلام ده في صورة معادلات هتبان قوي ان هو اهو بالشكل ده، يبقى دي واي 1 باي دي تي بتساوي لامدا 1 في واي 1، جميل قوي، ده الشكل اللي احنا اتفقنا عليه decoupled. ودي واي 2 باي دي تي برضو بتساوي لامدا 2 في واي 2 decoupled، يبقى حله سهل قوي، ده حله واي 1 بتساوي ايه؟ طبعا واي 1 ده اللي في تي، يبقى واي 1 اوف تي بتساوي الحل بتاعه قلنا سي، سميناه كونستنت سي 1 اي باور، الكونستنت ده اللي هو لامدا 1 في تي، وده y2 of t اخد نفس الصورة c2 e power lambda 2 multiple ده في t. يبقى احنا كده جبنا y1 و y2 بمنتهى السهولة. ايه تأثير ده على السيستم الاصلي؟ هنرجع تاني نبص، طب هي ايه العلاقة بين ال y وال a وال x؟ اهي هي دي، احنا سمينا اهو فين هاته كده الكوز ده، هو ده سمينا P1 inverse، P inverse X هي ال Y. فمن هنا هنقول Y بتساوي ال Y بتساوي ال P، احنا عايزين نرجع لل X تاني، يبقى ال P inverse في X، تمام. واحنا عايزين ال X بقى، احنا كل ده عشان نوصل لل X، نعمل ايه في الطرفين دول؟ نضرب في P، يبقى P في Y بتساوي P، نضرب في P الناحيتين كده عشان تبان، يبقى اكس هتطلع بتساوي ايه؟ دي راحت مع دي، يبقى اكس بتساوي بي في واي. يبقى ده الموضوع بقى سهل جدا، احنا جبنا الواي على فكره خلاص. طب يبقى عشان نحل سيستم يكون كابلد متشبك في بعضه، هنحل السيستم هنعمله بالدايجونالايزيشن ديكابلنج، ونحل السيستم الديكابلد اللي هو الواي، وبعدين كل اللي علينا نعمله ان احنا هنضرب الحل ده في البي. طب هي كانت ايه البي دي؟ البي كانت الايجن فيكتورز اللي هي مثلا هنا البي 1 1 بي 1 2 P12 P21 دي بتكون given معانا ال eigen vectors، وهنضربها في ال y اللي هي ال y1 وال y2، ده هيطلع لنا الحل بمنتهى السهولة اللي هو حل ال x1 وال x2 الأصلي، اللي هو بيساوي ايه؟ هيطلع بيساوي ايه؟ هيبقى P11 y1 زائد P12 y2، ما احنا y1 y2 جبناهم هنا، P21 y1 P22 Y2. طيب يبقى ايه، يبقى ايه هو الحل بقى على طول؟ احنا ال P1 وال P2 انا عايزه اكتبه بطريقه سهله عشان تبقى حفظها سهل، فهكتبها في صوره Y1 مضروبه في Y2 مضروبه في حاجه، Y1 مضروبه في ال P اللي هو ال P1 كله، وY2 مضروبه في P2 كله، ال P1 وال P2 دول ال eigen vectors. يبقى نشيل ال Y1 ونحط، يبقى x1 و x2 بتساوي ايه؟ بتساوي، معلش هنكتب المعادلة تاني، y1 مضروبة في
ال P1، Y2 مضروبة في ال P2، تمام. ال Y1 بقى هي بتساوي ايه؟ ال C لسه جايبينها، جبناها فينها، ندور عليها مع بعض، فهي هي دي. هنشيل Y1 ونحط C1 E power لامدا 1 تي في P1، C2 E power لامدا 2 تي في P2. شايفين السهولة؟ يبقى احنا هنقدر نحل معادلة coupled ده كده الشكل النهائي للحل. ايه الشكل النهائي طلع علينا ايه في الاخر بقى؟ الشكل النهائي طلع كله معتمد على الايجن فاليوز والايجن فيكتور. اهو C1 ده كونستنت، سيبوه زي ما هو كده. لا، لامدا 1 ده الايجن فاليو الاولانيه، P1 هي الايجن فيكتور بتاعتها، لامدا 2 دي الايجن فاليو الثانيه، والP2 هي الايجن فيكتور بتاعتها. يبقى الحل جه بمنتهى السهوله بدلاله الايجن فاليوز والايجن فيكتور. طب هل السيهات دي بنقدر ان احنا نوصل لها او نجيبها؟ طبعا في الطبيعي لا، لكن لو ادانا initial condition، لو في initial condition في المسألة، لو في initial condition معناها ان انا اقول لك عند x، عند t بزيرو x بكذا، يبقى هتشيل ال t وتحط زيرو وتحط ال x، هنقدر نوصل للايه، لل c1 وال c2 بسهولة لو معانا initial condition. يبقى الحل هيطلع بدلالة ايه؟ تعال نجنراليز كلامنا كده. لو الماتريكس ايه n by n، لو الكوفيشن ماتريكس n by n، واحنا عايزين نجيب الحل بتاعنا x، هنلاقي الحل بتاعنا هو عبارة عن ايه؟ هنلاقي ان انا بجمع عندي n من ال eigen values وال eigen vector، لان انا عملت لها diagonalization، قدرت اكتبها في صورة p في d في p inverse diagonalizable، يعني لازم تكون الموضوع ده، لازم تكون قدرت ان انا عملته خلاص ان ال a diagonalizable. وساعتها هعمل ايه؟ هيبقى الحل بمنتهى السهولة هو عبارة عن سي، مثلا أول واحدة سميتها C1 e power lambda i t في p i، دي أول واحدة. تاني واحدة هيبقى C2 e power lambda 2 t في p2، تالت واحدة وهكذا. فبجمع الكلام ده، بجمعهم اهو زي ما انتم شايفين، هي هنا باينة أكتر لأن دول اتنين اتنين بس. طب لو كانوا تلاتة يبقوا تلاتة جنب بعض، طب لو أربعة يبقوا أربعة جنب بعض. عايزين ناخد اكزامبل عشان نشوف طريقة الحل. خلي بالك من حاجة، اللي فات ده كله البروف، يعني انا اثبتت لك الكلام ده، لكن هل انت هتعمل كده وانت بتحل؟ لا خالص خالص. فتشوف الموضوع قد ايه سهل، انك انت تاخد السيستم اللي هو كابلد تحوله لديكابلد سيستم وتجيب حله على طول. ناخد مثال. solve the following linear system of linear differential equation. عايزين نحل المعادلات دي، نبص عليه كده، نبص نلاقي differential equation فعلا كل معادلة فيها dx1 by dt، dx2 by dt، dx3 by dt، بس كل معادلة مش decoupled، انما ايه، هنلاقي system ده coupled system. يعني ايه coupled system؟ يعني متشبك في بعض. يعني هنا اول معادلة فيها x1 و x2 x3 متشبكين. ازاي بقى نفك الديكابلينج دي؟ هنعمل بقى عن طريق الدياجوناليزيشن عملية فك الديكابلينج دي، ان احنا بنحوله لسيستم تاني، بدل ما يبقى x داش بيبقى y داش، والسيستم التاني بيبقى decoupled. وحلينا السيستم الديكابلد بسهولة ورجعناه تاني، عوضنا بيه هنا وجبنا الحل بمنتهى السهولة. طريقة الحل اول خطوه ان انا اعمل diagonalization، دي ما فيهاش حاجه. اول خطوه اني هعمل diagonalization، وعشان ايه هو diagonalization؟ ان انا هكتب الماتريكس ايه اللي هي coefficient matrix، اللي هي هنا 3 في 3، 1 ناقص 1 ناقص 1، 1 3 1 minus 3 1 ناقص 1، دي كده الماتريكس ايه 3 في 3. لازم اعمل لها diagonalization، دي اول خطوه. ويعني ايه diagonalization؟ يعني ان انا هكتبها في صورة ايه بتساوي، عايز احضرها عشان تبقى في صورة ايه بتساوي p في d في p inverse. طيب عشان اعمل كده لازم اول خطوة ان انا اجيب get ال eigen ايه، ال eigen values، ومنها اجيب ال eigen vectors. دي الخطوة الاولى. وانا بجيب ال eigen vectors ابتدي الاول بال repeated، repeated eigen values. ليه؟ علشان لو ما نفعتش تقف وتقول ان الماتريكس دي مش diagonalizable، وبالتالي مش هعرف احل السيستم ده بالطريقة دي، تمام. فتعالوا نشتغل كده في الخطوات ونشوف. اول خطوة هنبدأ ان احنا نعمل ايه، نجيب ال eigen values. يبقى هنبدأ نحل characteristic equation اللي هي ايه، ناقص لامدا i equal 0، ودي طبعا تعمل بأي طريقة براحتك، تعملها بالفاست ويت، تفك الديترمنت بأي طريقة، هتطلع المعادلة بصورة
كده لامدا ناقص 2 لامدا بلس 2 لامدا ناقص 3 بتساوي 0. هنا طلع لنا 3 different من الايجن فاليوز، هما 2 وناقص 2 و3. فهنا احنا متأكدين جدا ان الماتريكس دي ايه؟ diagonalizable، يعني بتقدر ان انت تعملها diagonalization. فهنقسم الورقة بتاعتنا 3 وهنبدأ ان احنا نجيب الايجن فيكتور في كل حالة، عند لامدا بتساوي 2 وعند لامدا 2 بتساوي ناقص 2 وعند لامدا 3 بتساوي 3. وفي كل مرة بنعوض في الهوموجينيوس سيستم اللي هو ايه، ناقص لامدا اي في اكس بيساوي 0، بنحل السيستم ده اللي هو الهوموجينيوس. اوكي تعالوا بس نكتب السيستم في كل مرة هيبقى شكله ايه، مجرد تعويض مباشر في ال ايه ناقص لامدا اي اكس بتساوي 0. طيب عشان ما اطولش عليكم كتبت لكم المنظر بقى اللي طلع لنا لكل ايجن فاليو، وطلع لنا شكل الهوموجينيوس سيستم بالشكل ده. من كل هوموجينيوس سيستم اخدنا الماتريكس ايه، عملنا لها ايشلون فورم، حولناها للمنظر ده طبعا في الثلاث اشكال، الان ب3 والرانك بيطلع 2، يعني دايما في فري فاريبل واحد، وبقدر ان انا اطلع 1 only one basis للايجن سبيس. فاول ايجن فاليو طلع قصادها هو ده ال P1، هسمي دي ال P1، ده كده الكولوم ده، وده ال P2 وده ال P3، دول كده التلاتة basis للايجن فيكتورز اللي طلعوا لنا. يبقى هنقدر ان احنا نعمل diagonalization، نقدر نكتب الماتريكس ايه في صورة P دي P inverse. ماشي، احنا مش هنمشي في البروف، احنا هنكتب الحل على طول. يبقى اذا الاكس على طول بتاعنا اللي هي الحلول بتاعتنا x1 x2 x3 بالنسبة لتي، الحلول بتاعتنا هي سيجما للسي اي في اي باور لامدا اي تي في بي اي، يعني 3 هنا c1 اي لامدا 1 تي في بي 1، c2 اي باور لامدا 2 بي 2، وc3 اي باور لامدا 3. عندنا هنا 3 ايجن فاليوز و3 ايجن فيكتور، فهنشيل لامدا 1 ونحط 2، ونشيل اللامدا ال P1 ونحط الايه الايجن فيكتور المناظرة للاتنين. بنيجي عند لامدا 1 ب2 نحط ال P1 دي، هنيجي عند اللامدا 2 اللي هي بناقص 2 اهو، نعلم عليهم كده بالاحمر، دي كده اللي هي اول ايجن فاليو طلعت لنا، وده الايجن فيكتور المناظر ليها. يبقى دي كده لامدا 1 وايه وبي 1، دي كده لامدا 2 ودي كده البي 2. الموضوع سهل في حفظه، حتى دي كده لامدا 3 وده كده الايه البي 3، وجمعناهم على بعض وبكده احنا خلصنا المسألة. بس عشان المسألة دي مدينا الانيشال كونديشن، دي حتة زيادة هتخلي المسألة طويلة حبتين، بس مش دايما طبعا بتبقى معاك. فلو معاك الانيشال كونديشن كل هتعمله ان انت هتعوض عن التي بصفر وقيم الاكس بايه الارقام اللي مديها لنا دي، فده طبعا هيخلينا نوصل لثلاث معادلات اهم، شايفين كده المنظر ده، كده المنظر اللي هو ده الحل اللي احنا طالع لنا. عشان نجيب بقى السي هنبدأ ان احنا نعوض عن x1 وx2 وx3 بزيرو ناقص واحد وعشرة، ونشيل التي ونحط صفر، فهتطلع لنا ثلاث معادلات في ثلاثة unknowns اللي هما c1 c2 c3. هنحلهم بأي طريقة تعجبكم، بالجاوس طبعا دي نون هوموجينيوس، فبأي طريقة تعجبكم، بالجاوس elimination، بالجاوس جوردن، بالطرق اللي بتاعت زمان يعني بتاعت مثلا ثانوي اللي اتعلمناها، اخد معادلتين واحلهم مع بعض، اي طريقة اطلع منها السي السيهات كلها C1 C2 C3 وارجع اعوض بيها، وبيكون ده كده الشكل النهائي للحل. زي ما انتم شايفين X1 بدلالة عبارة عن ايه، عبارة عن معادلة فيها E power 2T و E power ناقص 2T و E power 3T. ايه هما ال 2T وال 3T وال ناقص 2T؟ دول اللي هما الايجن ايه اهو كلهم، عشان ما تنسوهاش ابدا، دايما الباور بتاع الاي هو الايجن فاليوز الاصليه. تمام كده، يبقى الحته الجزء التاني ده من اول هنا كده دي زياده علشان هو مدينا الانيشال كونديشن، انما احنا ممكن في اي مساله نوقف على كده. الموضوع كله سهل وبسيط ومساله مش طويله، لانها بتعتمد على انك تجيب، انت هتستخدم الحل على طول، انك تجيب بس الايجن values مظبوط والايجن فيكتورز مظبوط، وبعد ما تجيبهم تعوض على طول في الصيغه بتاعت الحل. انما جت منين الصيغه دي لازم تكون فاهمها، جت منين، جت من فكره ايه، ان انا لو عندي سيستم يكون coupled حولته decoupled، طلع decoupled عن طريق الدايجونالايزيشن، وجبنا علاقه بين الديكابلد والكابلد اللي هما الواي والاكس كابيتال، فطلعت لنا الشكل ده. فممكن احنا نستخدم الشكل ده على طول. دي المحاضره بتاعت النهارده، وهي معتمده كلها، تعتبر تطبيق لمحاضره المره اللي فاتت، وهو استخدام الايجن فاليوز والايجن فيكتور كتطبيق
التطبيق في ان احنا نعمل diagonalization، واستخدام الdiagonalization في ان احنا نجيب الباور بتاع اي ماتريكس، اي باور اي رقم مهما كان، وتاني حاجة ان احنا نحل system of differential equation بالصورة اللي هي الكابلد دي، ازاي نفكها ونخليها decoupled. اتمنى تكون المحاضرة واضحة وسهلة، واي حاجة ابعتولي، في تواصل بينا مستمر، ابعتولي private messages على التيم وانا برد على كل الاسئلة اللي بتجيلي. شكرا.